طيب المحاضرة الماضية احنا بدينا بـ regular expressions تعبيرات نظامية وحكينا انه هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن لغة في حد ذاتها. ايش الغرض منها؟ ايش الغرض منها؟ انه انا اعمل match لسترينج. الغرض منها انه انا اعمل match لسترينج ببساطة. وحكينا انه هذه اللغه ما دام انه هي لغه مستقله احنا اللي بنسويه الان انه احنا بنستخدمها بالبايثون ممكن انه نستخدمها في اي لغه برمجه ثانيه وممكن انه نستخدمها مع التكست اديتور زي ما حورجيكم اليوم مع اي لغه برمجه ثانيه جافا سكريبت سي شارب بي اتش بي جافا سي بلس بلس أخذنا رموز حكينا إنه هي أساسية وضرورية أنا عندي تمام إنه هذه الهاد هي بداية سطر هنا نهاية سطر هنا any character slash s small white space slash s capital non white space الستار هي عبارة عن تكرار الكاركترز يعني عادة أنا بستخدمها مع النقطة أو مع الرينج هنا الستار معناها 0 or more ممكن يكون تكرار الكاركتر 0 كاركتر 1 كاركتر or more كاركتر هذه نفس اللي فوق بس إنه non greedy هذه 1 or more كاركتر هذه 1 or more كاركتر non greedy البلس زي الستار بس التكرار تبعها بيبداش من زيرو بيبدا من واحد ممكن يكون انه واحد هذه معناها انه ست عبارة عن مجموعة من الكاركترز اعمل لي ماتش لهدول الكاركترز اي واحد فيهم يعني اعمل لي ماتش للاي او خلي بالك من الاو الاي الاي بهذا الشكل لكن لما يدخل فيها الداش ايش بتصير عبارة عن range من إلى هنا من A إلى Z أو من 0 إلى 9 لما أنا أحط range تاني معناها هذا أو هذا اثنين تمام هذه هيك بالضبط هنا not negation فبالتالي هنا خلي بالك اوعى تلخبطي بينها وبين انه هي في بدايه السطر فبالتالي انه كل الكاركترز ما عدا الاكس كابيتال او الاكس او الواي كابيتال او الزد كابيتال تمام هذه حنشوفها اليوم ذكرنا انه انا عملت ماتش لسترينج بس الجزئيه اللي بدي استخرجها بدي احدد البدايه والنهايه تبعتها فبحطها بين قوس بدايه وقوس نهايه تمام طيب اخذنا في الريجولار اكسبريشن في عندي دالتين ايش هما السيرش والفايند اول السيرش والفايند اول السيرش شو بترجع بترجع ماتش اوبجكت خلي بالك من النقطة هذه انه تكوني عارفة انه السيرش ايش بترجع؟ بترجع ماتش اوبجكت واذا ما فيش ماتش ايش بترجع؟ نان بالضبط يعني هذه انا بدي اكررها زي هيك هنا وبدي اعملها في جملة طباعة عشان تشوفي انه الناتج عندي نان تمام يبقى nothing اذا ما فيش match بترجع لي none
تمام؟ عشان هيك أنا ممكن زي ما ذكرنا إنه أنا أستخدمها في جملة if. بقدر أعتبر إنه الماتش عبارة عن true والنون عبارة عن false، عشان إنه أنتوا تعرفوا لما في المسائل إنه أنتوا تستخدمي إذا كان أنا عندي match ممكن تستخدميها في جملة if وبتطبع النتيجة، ما كانش في match يبقى false خلاص. طيب هنا الأرقام هذه إحنا أخذناها، تمام. يبقى هنا أنا في عندي باستخدام دالة الـ find all، إيش بترجع لي دالة الـ find all؟ بترجع لي list. يبقى الـ find all return a list of result. يبقى هنا إذا كان في نتيجة بترجع لي اياها في الليست، تمام. ما فيش نتيجة شو بترجع؟ بترجع empty list. empty list يبقى هنا ممكن اضيفها هنا انه احنا مثلا على سبيل المثال بدنا نعمل search ل على سبيل المثال من A ل C. ليش؟ أنا عندي هنا الأم كابيتال، تمام، زي هيك. فأنا حطيت رينج، أنا عندي من A ل C one or more، تمام. فبالتالي هنا يفترض إنه ما فيش نتيجة، فبترجع لي إياها عبارة عن empty list، تمام. فبالتالي الـ find all دائما بترجع list، في نتيجة بيكون في عناصر في list، فيش نتيجة بترجع list فاضية، تمام. هنا احنا حكينا انه بدنا ايش؟ range من الارقام من 0 ل 9 والتكرار تبعها 1 or more بهذا الشكل. فبالتالي هنا صار في عندي match، هنا الرقم هذا قديش تكراره؟ 1، وهذا تكراره 2، وهذا تكراره 2. بقصد بالتكرار تكرار الديجيت، انه انا في عندي 2 ديجيتس، تمام، وهنا 4 ديجيتس. الان بدنا نفهم انه انا لو شلت البلس هاي شو بده يصير؟ لا، سمي الاشياء بمسميات، هذا مش تقطيع، بعمل ماتش لكل ديجيت لوحده وبيطلع بالنتيجة، هذا مش تقطيع. يبقى اللي بيصير انه بعمل ماتش لكل ديجيت لوحده، لانه هنا انا بقول له بدي تعمل لي ماتش للارقام والتكرار تبعها اكزاكتلي 1 ديجيت. لكن لما حطيت زي هيك ممكن يكون واحد او اكثر، لكن هنا اكزاكتلي 1. فبالتالي رح يجي، خليني اكرر النص هنا عشان بيصير أسهل علي أتبع. هذه من ضمن الرينج؟ لا. هذه من ضمن الرينج؟ لا. السبيس من ضمن الرينج؟ لا. هذه exactly one digit. هنا بضله يكمل يكمل يكمل، يجي عند الواحد جابها في نتيجة لحال، هاي exactly one digit. واللي بعده برضه ماتش، بس ماتش لوحده في نتيجة مختلفة، مش في نفس النتيجة. يعني هنا 19 جاب لي اياها في نتيجة واحدة، هنا جاب لي الواحد لوحدها وال19 لوحدها، تمام. هنا حددت الرينج من واحد من 0 ل 7، وهنا 1 اور مور كاركتر، فبالتالي انه 2 من ضمن الرينج، الواحد من 19 هنا، فبالتالي الواحد من ضمن الرينج، 9 لا مش من ضمن الرينج، فبالتالي هنا برجع بس الواحد، ما دام احنا هنا حاكلين انه 1 اور مور، فبالتالي انه صار ماتش ل 1 كاركتر او ل 1 ديجيت.
ال 42 التنتين نفس الرينج، هيها رجعت ال 2019 التسعة طارت. نعم. هنا هذا شو معناته؟ اعمل لي ماتش لأحرف العلة والتكرار تبعها يكون one or more، يعني سواء كان حرف واحد أو أكثر من حرف. تمام؟ طيب هجيت هنا بدي أعمل x1 وهذه x1، خليها 2. هذا النص ايش راح بيطلع لي النتيجة؟ خليني هذه برضو اقسمها في سيل تاني احسن. عشان نشوف الاختلاف. هنا ايش عمل؟ بضلوا يطلع على كاركتر كاركتر، انا حكيت انه بده يعمل ماتش لكاركترز معينه من ست معينه والتكرار تبعها ممكن يكون 1 اور مور. هذه من ضمن احرف العله؟ لا. هذه لا، هذه لا، راح يضلوا لغايه الاي. هايها ماتش هنا، هذه او، هايها ماتش هنا، اي اي اليو في النمبر، الاي في النمبر، الاي في الار، الاي في الار، تمام، والاي في الاند. هنا انا حكيت له one or more، بس هنا انا ما صادفتش انا عندي في النص انه انا في عندي حرفين عله ورا بعض، لكن هنا ايش سويت؟ ضفت كلمه بيتش، في انا عندي الاي متبوعه بالاي، فبالتالي انه نفس النتيجه هنا بالضبط، بس ايش ضاف عليها؟ ضاف عليها انه اي متبوعه بايه، التكرار تبعها 1 اور مور كاركتر، بس للتوضيح يعني انه الان هذه لو انا شلت البلس شو راح يصير؟ نفسها بس اخر نتيجه الاي والاي مع بعض حتصير كل واحد لحال، تمام؟ بهذا الشكل. فهنا هذا بيعزز عندنا مفهوم انه التكرار شو معنات هذا الكلام. طيب هذه انه exactly one character، انه اوكي هي مشروحة فوق. هذه شو معناتها؟ اي حرف غير حروف العلة، فبالتالي هنا لاحظي انه الماي طلعت في النتيجة، بس أنا بعمل هنا ماش لكاركترز، تمام؟ والسبيس هيو لوحده، الاثنين لوحده، الفيفوريت ايش طلعت؟ بدون الاي، وبدون الاي، وبدون الاي، بهذا الشكل، تمام؟ وهكذا بالنسبة للبقية. لاحظي هذه النتيجة، شو بصير فيها لما نعملها بهذا الشكل؟ ايش راح يطلع؟ الماي مع بعض بالضبط، والسبيس كمان معاها، فهنا اول ما صار في عندي حرف متحرك خلص صار في قطع، في بعديها الاي صار في قطع، تمام، والتي بعديها الاي في صار قطع، تمام، الان تمام بعديها هنا ام بي ار اس ار، فبالتالي كل نتيجة فيها حرف علة انه خلص انه ما طلعتش من ضمن النتائج. فهنا انا بحكي انه اي حاجة فيها حروف مش غير حروف العلة ويكون التكرار تبعها one or more، فعشان هيك انه هاي اول نتيجة لغاية الـ A،
بعدين الفي لوحدها، ليش؟ لأنه قبليها حرف علة وبعديها حرف علة، وبعدين إيش؟ التي لوحدها قبليها حرف علة وبعديها حرف علة، النمبر ان لوحدها، ام بي لوحدها، هاي الام بي تمام، بعديها اي ار اس ار اس وهكذا، تمام؟ واضح؟ شفتوا الفرق بين هاي وبين هاي شو معنى الكلام؟ واضح يا بنا؟ طبعا هنا كابيتال زي ما حكينا انه ما فيش، فبتطلع لي امتي ليست. طيب حكيت نرجع هنا لهذا الكلام، هذا الكلام انه ليش اعملكم اياه بالبايثون، بدنا نعمله باستخدام التكست اديتور، استخدام النوت باد بلس بلس. هاي النص هذا والنص اللي في السلايد اللي بعده حطيت لكم اياه هنا، وايش ضفت عليه؟ ضفت عليه هاي الكلمة exchange نقطتين ام اس. انا عندي هنا الاكس كابيتال وانا قاصد انه يكون الاكس مش في بداية السطر. كيف نبحث؟ في التكست اديتور باستخدام regular expression control f find، واختار هنا regular expression. شو بدي اختار هنا؟ بدي اقول له انه بدنا الاكس بداية السطر اكس كابيتال مطبوعة ب any character والتكرار تبعه يكون 0 or more والآخر حاجة نقطتين. شايفين واضح؟ ايش بعمل هنا؟ find all، هاي النتيجة أنا عندي تحت. شايفين النتيجة عاملها هايلايت بالأصفر بهذا الشكل. فايش أنا عندي؟ لاين 1 2 3 8، كم سطر أنا عندي هنا؟ 9 أسطر، 9 ما طلعتش من ضمن النتائج ليش؟ بالضبط. تمام؟ لكن لو رجعت دورت مرة ثانية وقلت له أنا بدي إكس ما حطيتش الهات مش في بداية السطر وأقول له مطبوعة ب any character 0 or more لغاية النقطتين، هاي شايفين ايش عمل ماتش؟ ايش اللي هايلايتد بالاصفر؟ الاكس تشينج من عند الاكس لغاية الاي والنقطتين، واضح؟ شايفين؟ طيب نضيق السيرش اكثر، يعني انا بدي اياكم تلاحظوا شغلات معينة هنا، انه هادي فيش فيها سبيس، هاي فيش فيها سبيس، وهنا كذلك الحال، كذلك الحال، هادي هنا في سبيسز، هادي بعد الداش فيش كاركترز زي هيك. فممكن اعمل البحث كيف؟ اقول له بدي الاكس كابيتال بداية السطر مطبوعة ب داش مطبوعة ب نون وايت سبيس كاركتر سلاش اس كابيتال سلاش اس كابيتال نون وايت سبيس، والنون وايت سبيس هذا التكرار تبعه 1 اور مور، وبعدين نقطتين. شو معنات هذا الكلام بعبارة أخرى؟ بقول له إنه أنا بدي الإكس بداية السطر لغاية النقطتين، ويكون بين الإكس عفواً إكس مطبوعة بداش لغاية النقطتين، ويكون بين الداش والنقطتين ما فيش سبيسز، أي كاركتر ما عدا السبيس، والأي كاركتر ما عدا السبيس هذا إيش التكرار تبعه؟ ون أور مور، يعني لازم على الأقل يكون ون كاركتر. شوفوا ايش اللي راح يتم استثناءه من النتائج. ايش النتيجة انا عندي؟ 1 2 3 لغاية الستة. هاي لغاية الستة. سبعة طلعت من النتيجة؟ لا. شو السبب؟ في سبيس. في سبيس. 8 شو السبب؟ في سبيس.
فيش كاركتر، فبالتالي هنا زيرو كاركتر. وانا ايش طالب؟ one or more. تمام، تسعة لانه الاكس اصلا مش من بداية السطر. تمام، واضح؟ فبالتالي هاي انت لو بدك تجربي ممكن تسوي هاي الشغلة بالنوت باد بلس بلس، تشوفي نتيجة السيرش تبعك بالريجولار اكسبريشن. تمام، فساعتها انه انت ممكن تستخدميها بالبايثون. تمام، واضح؟ في اي سؤال في هذه الجزئية؟ هنا بس انه احنا بنقرأ الملف الميل بوكس شورت وبنعد فيه هاي الشغلات، انه بعد اكمل اسطر اللي بتبدأ بالكاونت، بتبدأ بالفروم عفوا. تمام، وطبعت الكاونت، انا عندي 27 سطر يعني 27 رسالة. عدد الاسطر اللي بتبدأ بالاكس كابيتال متبوعة بزيرو اور مور كاركتر لغاية النقطتين 216 بهذا الشكل. تمام، نيجي الان للجريدي سيرش. هنا ايش انا عندي السترينج from نقطتين بعديها using the نقطتين character، هذا عبارة عن النص اللي انا بدي ادور فيه. ايش الماتش او معيار البحث اللي انا طالبه؟ ايش طالب؟ F بداية السطر متبوعة ب one or more character متبوعة بنقطتين. يعني بعبارة أخرى بدي الأف في بداية السطر ويكون في نقطتين، وبين الأف والنقطتين على الأقل كاركتر واحد أو أكثر. تمام؟ شو النتيجة راح تطلع؟ أكم نتيجة موجودة أنا عندي هنا؟ تنتين وين هم؟ واحدة؟ مش شايفين الثانية؟ هاي أول ماتش، مش هذا بيطابق المعيار؟ وتاني ماتش وينه؟ برضو من البداية لغاية. إيش طلع لي في النتيجة؟ greedy. إيش يعني greedy؟ طمع، انه جاب لي اكبر ماتش، اوسع ماتش. هنا انا في عندي تو ماتشز، الماتش الضيق، وفي هنا عندي اوسع ماتش. في الجريدي ايش جاب لي؟ اوسع ماتش. بقول له لا لا لا، انا ما بديش زي هيك، انا بدي انه اول، انا بقصد اول نقطتين بعد الفروم. تروحش لبعيد، اول نقطتين بعد الفروم بتصادفها هي، خلي لي اياها نطاق البحث تبعي. تمام، فببساطة بروح بغير هاي، بحط علامة استفهام، بتصير من نون جريدي لجريدي، بتصير من جريدي لنون جريدي العكس. فمجرد ان انا عملت زي هيك، حطيت علامة استفهام بس، هاي الاختلاف ايش صار؟ جاب لي النتيجة المطلوبة اللي هو ايش؟ مش اول ماتش، لا في فرق بين اول ماتش، لا اضيق ماتش، نون جريدي مش طماع. تمام، قبل هيك احنا كنا نطلب منكم انه بدنا نستخرج الايميل، صح؟ ايش كنا نسوي؟ كنا نجيب الستارت اندكس، هذا في برمجة واحد، والاند اندكس. تمام، ونعمل اكستراكت لهذا النص. بعديها في برمجة اثنين اتطورنا شوية، وايش استخدمنا؟ سبلت. فبالتالي بعمل سبلت لهذا السترينج، والايميل وين بيكون؟ الوورد اوف الواحد.
طبعا هنا اوف الزيرو هيو بعمل سبليت على اساس السبيس، فبالتالي هنا الوورد اوف الواحد. بدنا نشوف كيف بدنا نستخرج الايميل باستخدام ريجولار اكسبريشن. كيف؟ شو نمط الايميل؟ حاجة ات حاجة بهذا الشكل، صح؟ حاجة ات حاجة. فهدول الحاجة هذه ايش التعبير تبعها؟ كيف ممكن اعبر عليها؟ ماشي، هذا النمط مظبوط، بس في شيء اسهل من هيك؟ ماشي، احنا بنحكيش على السبيسز، انا بحكي انه نمط الايميل، شو نمط الايميل؟ لما اجي انا احكي زي هيك انه هاي الايميل msaaad@iugaza.edu.ps، هذا عبارة عن مجموعة من الكاركترز، ممكن تكون أرقام، ممكن يكون أرقام، وهنا الدومين عبارة عن كاركترز وممكن يكون أرقام، صح؟ فبالتالي اللي حكت زميلتكم إنه هو عبارة عن كومباينيشن بين أرقام وكاركترز وممكن تكون كابيتال وسمول، لا هيك أنا بعقد الموضوع، في طريقة أبسط للموضوع، إيش هي؟ مثلا نون وايت سبيس، يبقى الايميل هو عباره عن سلاش اس، شو التكرار تبعها؟ وان اور مور، على الاقل كاركتر واحد. شو معناته؟ انه ممكن حدا يجي ايميل تبعه m@iug.edu بهذا الشكل، فبالتالي هنا وان اور مور انه اتليست وان كاركتر، ما ينفعش انه اقل من كاركتر واحد. مطبوعة بآت، وإيش كمان مطبوعة؟ ب سلاش اس بلس وان اور مور، فبالتالي هذا هو نمط الإيميل. إحنا بدنا نستخرجه، بدنا نستخرجه، فبيكون بهذا الشكل. خلينا نشوف هل هذا السيرش انه بظبط بعمل لي ماتشز للشغلات هذه، وهنا بنقول له regular expression وهنا find. حتى لو كتبت نص هنا from وهنا كتبت date وهنا لو حكيت my email is بهذا الشكل، وهي عملنا كمان find كمان مرة وحكينا slash s plus at فبالتالي فقط عمل highlight أو match لجزئية الإيميل بس. طب لو حطينا إيميل، إجا واحد قال الإيميل تبعه space at google.com، هذا الايميل مش مظبوط بالضبط، لانه هنا في عندي سبيس. مش طالع من ضمن النتائج، هي موجوده في لاين 4 ولاين 4 مش موجود. فبالتالي لما استخدم نون وايت سبيس معناها اي كاركتر غير الوايت سبيس، لانه انا ممكن في الايميل ايش يجي؟ انه الايميل تبعي m.saad@iug.edu.ps، ممكن واحد يجي يقول الايميل تبعي underscore اي حاجه غير السبيسز بصير لها ماتشز. فبالتالي هنا المفترض انه يصير ماتش لايش؟ لواحد واثنين وثلاثه واربعه، اسطر وخمسه لا، لانه في سبيس.
فبالتالي هنا نون وايت سبيس مطبوع ات مطبوع ب نون وايت سبيس 1 اور مور. فبالتالي هنا الاندرسكور زبطت والدوت زبطت، حتى لو حطيت ايميل ثالث بالداش بزبط معايا. فبالتالي هنا النون وايت سبيس كنمط اسهل علي ما انه انا احكي له انه الايميل ممكن يكون عباره عن كومباينيشن بين الاحرف الكابيتال والسمول والداشز والاندرسكورز والارقام. لا، بحط نون وايت سبيس اسهل كنمط انه اعمل ماتش للايميل. تمام، هذا الكلام نجربه بالبايثون. فبالتالي بصير الامر انا عندي بسيط، انا عندي هاي السطر زي هيك from، وفي عندي الديت والتايم والير، وانا طلبت انه نون وايت سبيس ات نون وايت سبيس، وحكينا انه الفايند اول بتطلع لي النتائج وين؟ في ليست. هاي طبعت الليست، فبالتالي اكزاكتلي عمل ماتش للايميل. طيب لو انا حكيت انه انا عندي اكس 1 واكس 2، اكس 1 النمط تبعها زي هيك زي المثال الاول، واكس 2 انه موجوده انه انا بحكي له في الايميل، انا كاتب انه ماي ايميل از ام ات جوجل دوت كوم بهذا الشكل، والمطلوب انه استخراج الايميلات الموجوده في الترويسه، عنوان البريد الالكتروني الموجود في الترويسه. ايش يعني في الترويسه؟ ترويسه الرساله اللي هي فروم، فيها عندي فروم وتو وسبجكت، هذه بنسميها ترويسه الرساله من الى والموضوع. هنا اللي موجوده جوا في النص انا ما بديش اياه، بقول له ماشي اوكي، بضيق لك نطاق البحث، بقول لك انه انا ايش بدي، بقول له انه انا بدي انه توجد البريد الالكتروني في الاسطر اللي بتبدا بفروم مطبوعه بسبيس، لانه هي في سبيس هنا، وايش بعديها اللي هو النمط تبعنا نون وايت سبيس 1 اور مور ات نون وايت سبيس 1 اور مور. تمام، لاحظوا النتيجه، راح يجيب لي الايميل من الاولاني والثاني، لا لانه انا ايش طالب، بس الايميل اللي من الترويسه بالضبط. فبالتالي هي وهذا امتي، بس ايش في ظهرت عندي مشكله؟ فروم ما بدنا اياها. فايش بستخدم ببساطه؟ بقول له اوكي انت حتعمل ماتش لهذا النمط، ولكن النص اللي بدك تستخرجه هي بدايته وهي نهايته، هي بدايته وهي نهايته. واضح؟ الاقواس اللي احنا حكينا عنها اخر حاجه هنا، انه انا بدي احدد النص المراد استخراجه. النص المراد استخراجه بحدد بدايته بالقوس ونهايته بالقوس. فبالتالي هنا بقول له ببساطه اوكي راح تعمل ماتش لهذا النمط، ولكن انه بدنا الايميل بس، فبالتالي انه البدايه من هنا والنهايه هنا. هذه برضه لازم نعملها نفس الشيء، اصلا هي مش حتتاثر النتيجه لانه اصلا تبداش بفروم. نعم، فبالتالي هنا صار الايميل لوحده بدون فروم. واضح؟ واضح الجزئيه هذه؟ واخدين بالكم لما اطلب منكم انه شغله معينه ضمن نمط معين، بس بدي مش الماتش كله، جزء من الماتش، كيف بتحدديه؟ قوس بدايه وقوس نهايه. طب لو بدنا نستخرج الدومين، بالضبط اي حاجه بعد الات مطبوعه بنون وايت سبيس، هاي جزئيه الماتش تبعتي. بس هنا الات بتطلع، ما بديش الات انا، فايش بحكي له؟ بالضبط بقول له اوكي ماشي، بس النص المراد استخراجه من هنا لهنا، فهنا بتروح الات.
هذا الكلام ممكن أسويه بطريقة تانية. السلاش اس هاي ممكن أعملها بطريقة تانية. هذا هذه أبسط لكم إياها. خليني أشيل الأقواس هذه أول وأشيل البلس. هذه اللي أنا معلمها شو معناتها؟ not space اللي هي معناها non white space. فبالتالي هنا بقول له any character ما عدا space ما دام موجودة في range. والهات هذه الهات هذه خلي بالك مرة ثانية مش بداية السطر معناها not. فهنا أنا بحكي له أي حاجة بعد الـ at غير الـ space والتكرار تبعها one or more. تمام؟ هنا بجيب لي الـ at معاها عشان هيك أنا إيش بحط إنه بالضبط. انت بالنسبة لك في الأول إنه شايفة أقواس هيك وشغلات مش مفهومة، بس بعد ما فكفكتيها صارت إنه سهلة، صح؟ صح ولا لا؟ فبالتالي هنا هذا النص اللي مراد استخراجه انه هو عبارة عن non white space. طيب لو حكيت نص المسألة انه انا بدي الدومين بس مش اي ايميل من الايميلات اللي موجودة في سطر الترويس، يعني ايش لازم يكون فيها؟ from. بالضبط. فبالتالي هنا هاي from والنمط تبعها انه في سبيس بعد الفروم نون وايت سبيس ات نون وايت سبيس، بس النص المراد استخراجه وين؟ بالضبط اللي هي هذه الجزئيه بس الدومين. فبالتالي الايميل هذا او الدومين هذا بصير له ماتش وهذا ما بصير له ماتش. هيو امتي هنا واضح؟ هذه نفس النظام. حكيت بدنا نرجع على ملف الميل بوكس شورت. احنا حكينا انه في الملف هذا في انا في ملف البريد الالكتروني في عندي ملفين، في ملف كبير وملف صغير. ملف صغير هاي انا عندي from الايميل، تمام؟ ايش التفاصيل؟ انا عندي هنا return path received، هنا من الميل سيرفر، السيرفر تبع البريد الالكتروني الاي بي تبعه، تمام؟ اكس received. هذه المعلومات كلها انت بتشوفي فقط الشغلات المتعلقه بالترويسه. يعني انت لما تستخدمي تطبيق او برنامج للبريد الالكتروني زي الاوتلوك او الجيميل بتشوفي المعلومات هذه، انت ما بتشوفي المعلومات التفاصيل هذه، بس بتشوفي انه from وto والسبجكت. اما باقي التفاصيل هاي موجوده بس مين بتعامل معها؟ فقط التطبيق. تمام؟ هذه كلها عباره عن معلومات متعلقه بالبريد الالكتروني. ايش في عندي من ضمن المعلومات؟ هذا السطر. ايش هذا السطر؟ اكس دي سبام كونفيدنس. عارفين السبام صح؟ ايش السبام؟ الرسائل المزعجه اللي فيها دعايات واعلانات وشغلات زي هيك، البريد الغير مرغوب فيه بتلاقيه انه محطوط انا عندك في مجلد، تمام؟ فالبريد النظام البريد الالكتروني كيف بيحدد انه هذه الرساله سبام ولا مش سبام؟ بيكون في عنده نظام بعطي له الرساله وبروح برجع له سكور، رقم. الرقم هذا بيحدد فيه قديش انه هو متاكد انه الرساله هذه سبام. فبالتالي هذه السبام كونفيدنس تبعتها قديش؟ 84. شوف رساله ثانيه.
اخد انسخ هذا. هذا قديش؟ 61. هذا قديش؟ 69. فبالتالي كل واحدة إلها سكور مختلف. فهو بيجي بيقول إذا السكور أكبر من كذا بحطها في مجلد السبام، إذا السكور أقل من كذا فبحطها في الإنبوكس عادي، إنه رسالة عادية. تمام؟ طبعا هو كيف بيعرف إنه سبام ولا مش سبام؟ حسب الكلمات المذكورة جوا الرسالة. بتكون مثلا في نص الرسالة في عروضات تخفيضات مش عارف أبصر إيش، عبارة عن ترويج لمنتجات رسالة مزعجة. فإنه بناء على هذه الكلمات بروح بحسب السكور. إيش المطلوب الآن؟ المطلوب كتابة برنامج. اكتبي عندك نص السؤال، كتابة برنامج لاستخراج السبام كونفيدنس سكور. هاي مكتوبة عندك على اللوح الكونفيدنس. كونفيدنس انه هو قديش، معنات انه هو واثق انه هي سبام، فبديها سكور من 0 لـ1. 1 انه متأكد 100%. تمام؟ هذا 69 انه هو متأكد 69%. ايش حكينا النص؟ الاستخراج السبام سكور من ملف البريد الالكتروني، من ملف الرسائل الالكترونيه، رسائل لانه يعني هي مجموعه رسائل. فايش راح يكون؟ انه انا بدي اكتب ريجولار اكسبريشن عشان ايش يستخرج؟ يستخرج هذا الرقم فقط. بده يقرا هذا الملف كله، يقراها سطر سطر، وايش بده يستخرج؟ هذا الرقم. هذا الرقم له نمط؟ له نمط، انه ايش؟ مبدوء بايش؟ لا مش مبدوء بزيرو، مبدوء بهذا ولا سبيس اكس دي سبام كونفيدنس. لازم السطر يبدا بهذا النمط، لانه شوفي اللي تحتيه نفس الفكره اكس دي سبام كونفيدنس، اللي بعده اكس دي سبام كونفيدنس بالضبط. وهذا عباره عن ايش؟ سلسله من الارقام 0 ل 9 والتكرار تبعها 1 اور مور. بس خلي بالك هذا الرقم 10، حكيت حنشوف كيف بدنا نعمل انه رقم 10. تمام؟ ايش بروح بعمل؟ طبعا بطبيعه الحال امبورت للار اي، بفتح الميل بوكس، بعرف ليست فاضيه. ايش بسوي فيها؟ بحط فيها كل السكورز، لانه انا بدي اجيب الماكسيموم والمينيموم، انا بدي استخرج السبام سكور. وايش بدي اسوي؟ بدي اجيب اعلى سكور واقل سكور، فعشان هيك بحطهم في ليست. بروح بلف على الملف هذا سطر سطر، بعمل ستريب للسطر، وهنا بقول له انه خلي بالك انت ايش بدك تسوي؟ بدك تستخرج انه تكون بدايه السطر اكس دي سبام كونفيدنس نقطتين، بعديها سبيس، وبعديها هنا من 0 ل 9 بالاضافه لنقطه. ايش معنات هذا الكلام؟ لو انا حطيت زي هيك بس بستخرج ارقام صحيحه، بستخرج الفاصله. فانا بقول له انه الرينج تبعي عباره عن سلسله من الديجيتس من 0 ل 9 بالاضافه للفاصله العشريه، وهذا التكرار تبعه 1 اور مور. طبعا انا بديش السطر كله، بقول له انه انا بس بدي استخرج هذه الجزئيه، هاي بدي استخرج هاي الجزئيه، فعشان هيك انا بقول له انه من هنا البدايه وهنا النهايه. تمام؟ هذه النتيجه وين خزناها؟ هنا الفايند اول. ايش اتفقنا بترجع؟ ليست. تمام؟ وانا متاكد انه من هذا السطر ايش في عندي؟ نتيجه واحده، كل ايميل في له سكور واحد، صح؟ عشان هيك انا بروح بفحص انه هل اللين تبع السكور لا يساوي واحد،
لانه ممكن تكون في بعض الاسطر انه في سبام كونفيدنس سكور بس ما فيش رقم هنا، فبالتالي الماتش انه عباره عن امتي ليست. فانا بتاكد انه طول الليست، اذا كان طول الليست ما بيساوي واحد شو معناها؟ بدي اعمل كونتينيو بالضبط، تتخطى هذا السطر، روح دور في السطر اللي بعده. طيب الان النتيجه وين موجوده؟ هايو في السكور هنا. خليني ارجع لك هنا، زي كانه انا بقول انه انا النتيجه موجوده، انا عندي في الواي عباره عن ليست فيها عنصر واحد، لو بدي استخرج هذا العنصر ايش بعمل؟ برنت ل واي اوف الزيرو. انا متاكد انه هاي الليست بس فيها عنصر واحد، فبالتالي انه بجيب لي اياه بدون ليست، انه العنصر نفسه. فعشان هيك هاي الشغله اللي انا بسويها هنا ايش بسوي؟ باخذ سكور اوف الزيرو اللي هي النتيجه تبعتي، بحولها لفلوت، بخزنها في نمبر، وبعمل ابند للنمبر هذا في السبام سكور. هيك انا بكون استخرجتهم كلهم وبضيفهم على الليست، بضيفهم على الليست، بضيفهم على الليست، بس اخلص صار بجيب الماكس والمن باستخدام البيلت ان فانكشنز، دوال البيلت ان اللي هي الماكس والمن. فانا عندي اعلى سبام سكور قديش؟ 99، واقل واحد 61. تمام؟ واضح؟ فبالتالي انا هنا استخرجت ايش؟ ارقام عشريه موجوده في نمط معين. واضح السؤال؟ في حدا عنده سؤال فيه؟ مفهوم يا بنات؟ طيب طيب خلينا نتوقف هنا.